السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستيبل ديفيجن ده بديل مجاني لميديورني، تمام؟ فهقول له ليتس ستارت فور فري، وهقول له مثلا هجربه، هقول له مثلا كاتس ان كلاود، واقول له جنريت ايمج ونشوف هيعمل الصور ازاي. اتمنى يكون بنفس الجودة بتاعت ميدجورني. فجاب حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن تعمل شير تو كوميونيتي، ادفانس سيتنج، ممكن تعمل تغير في السكيلز. طيب تعال نجرب حاجة تانية، اقول له جيت ستارت فور فري. الميزة ان هو ما قاليش سجل ولا اي حاجة خالص، تمام، فدي ميزة كويسة. طيب هقول له هنا كون للصورة، عمل له الطبق بتاعي اللي انا عايزه، وبيديني اختيارات. ممكن عايز كام صورة، ستيبس قد ايه، الجاز سكيلز، كل الحاجات دي تقدر ان انت تعدل فيها، وتقدر ان انت تعمل شير للصور ديت، وتقدر ان انت تسيفها، تمام. مجرد تدوس عليها كبرها لي، جاب لي اللي بعديها. تقدر تعملها سيف او كوبي ايمج او كوبي ايمج ادرس. فصراحة بديل جميل ما شاء الله، والميزة ان هو مجاني، والميزة ان هو مش لازم تقعد تسجل اسمك وتسجل الحاجات دي. طيب خليني اقول له جيت ستارت فور فري، واقول له انا عايز مثلا مش عايزين الكلاب تزعل مننا، دوكس، تمام، بلاي ان ووتر ونشوفه. بيقولك انها تاخد كام، 7 ثواني، وتبدأ الصورة تتكون معايا. جاب لي الصور دي مش عمل سيرش زي جوجل، لا ده هو كريتر من اول وجديد، وتقدر تلعب في البارامترز دي، تمام. طيب ممكن نقول له ايه، هي لعبة مسلية الصراحة، يعني ممكن تقول له مثلا عربيك تاون، و هتاخد ثواني. فده حل للناس الموقع مقفول عندهم، تمام. فبدأ يعمل لك صور تقدر انت تختار منها. كل ما تزود طبعا البرامتر، كل ما يعمل لك حاجة أجمل. سستينابل، ماشي، ونخليه يعمل جنريت ايمج تانية، نعمل تصميمات داخلية. خلينا نديله حاجة ادفانسد شوية، تمام. عايز اقول له لوبي ريستورانت وهكذا، ونشوف هيعمل ايه. ما شاء الله عمل صور حلوة. دوس جنريت ايمج تاني، يعمل لك صور مختلفة تماما. تمام، كل مرة تعمل لك صور وانت تبدأ ان انت ايه تختار. فده احسن بديل للموقع مقفول عنده في البلد بتاعته.